مرات، ثلاث مرات حدث التعادل من دون تعادل بين الهلال والفتح، مرة واحدة فقط كان سلبيا من دون أهداف. وعندنا كرة أمامية الآن ومحاولة للتقدم إلى الأمام على الجهة اليمنى، البريك، عرضية من البريك، والهدف الأول. جول، جول أول لخربين، عمر خربين يسجل وفي المكان المناسب، في المكان المناسب يسجل عمر خربين هدفه الأول، هدفه الأول في هذا الموسم، والهدف الأول للهلال في هذا اللقاء. شوف العرضية، شوف البريك، شوف البريك، العرضية رائعة، وخربين بالرأس يسجل هدف جميل، بدأها خربين وأنهاها خربين، هو من مرر في هذه الكرة. شوف شوف تحرك، شوف تحرك، يا سلام يا سلام على التحرك من دون كرة، حس عالي عند المهاجم، يخطف الكرة ويمرر سلمان الفرج إلى بافاتيمبي، ينقل كرة جميلة، سجل هدف رائع، كرة ملعوبة في مكان صح، واللفة صح، والتصويبة جميلة، وفي مرمى كوفال، يا سلام، شوف الاستقبال، شوف كيف، يا سلام على الكنترول، تحكم رائع في الكرة، وتصويبة صعبة 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 على كوفال، يطالع فيها كوفال وهي تتجه للمرمى مباشرة لأن يسجل، يمرر الكرة لجوميز، والهدف الرابع، لا والله الثالث، جول، جول، جول ثالث، جول هلالي ثالث، هدف هلالي ثالث، لكأنه يراقب الكرة كأنه، ويسجل الهدف الهلالي الثالث، ثلاثة أصبحت الآن، ثلاثة أصبحت الآن، ونحن في السبع دقائق الأولى في شوط المباراة الثاني. هدف، شوف التمريرة، بافاتيمبي صوب، ارتدت الكرة من القائم، وسجل كأنه، سجل كأنه هدفا هلاليا ثالثا، بدأها جوميز وصوب مباشرة، وسجل الهلال الهدف الثالث الآن، صاروا ثلاثة، صاروا ثلاثة، وكنت أقول أربعة قبل قليل.